السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحه وسلامه. اليوم راح نتكلم على مواعيد زراعه الكوسه. طبعا مواعيد زراعه الكوسه تختلف بناء على المنطقه اللي عايشين بيها، المناخ اللي النبات يتعرض له. مع ذلك اكو بعض الاشارات العامه لمواعيد زراعه الكوسه لازم تعرفوها، عباره عن 3 اشارات. اولا في فصل الربيع، بالمناطق اللي عندها مناخ لطيف وربيعي ممكن انه يزرعون الكوسه بداء من منتصف الربيع، ممكن تكون درجه حراره معتدله ومناسبه لنمو الكوسه. النقطه رقم 2 هي بخصوص فصل الصيف، بالمناطق اللي عندها مناخات حاره ممكن يزرعون الكوسه خلال فصل الصيف اول ما تكون درجه حراره مرتفعه. ومع ذلك ممكن تكون ايضا من الضروري انه تقومون يعني توفير الري المناسب المنتظم وتوفير الظل للنباتات خلال ساعات الحرارة القصوى في فصل الصيف. أما عن فصل الخريف، فبعض المناطق ممكن أنه يزرعون الكوسة في فصل الخريف حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وتكون هاي فترة مناسبة لنمو الكوسة وتجنب الحرارة الشديدة. طبعا يعتمد اختيار مواعيد الزراعة ايضا على نوع الكوسة اللي حابين انه يزرعوها. اكو اصناف مبكرة واكو اصناف متأخرة، ممكن ايضا يأثر هذا الشيء على وقت الزراعة، والافضل دائما انه تستشارون يعني خبير زراعي بالمنطقة اللي مالتكم حتى تحصلون على توصيات واشارات وارشادات ونصائح دقيقة ومحلية بناء على المنطقة اللي عايشين بيها، الظروف المحلية والمناخ. إذا عجبكم محتوى القناة تشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.